سؤاله الآخر يقول بالنسبة للطواف حفظكم الله، في البداية يقول هل يجب علي في الأشواط الثلاثة أن أسرع، وهل من السنة الاطباع في الإحرام؟ هذا في الطواف الأول للقدوم أو طواف العمرة، فإنه يستحب له أن يضطبع، بمعنى أنه يخرج ضبعه الأيمن وهو الكتف، فيجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفيه. هذا هو الاطباع في كل الطواف، طواف الأول، طواف القدوم أو طواف العمرة. وأما الرمل فهو يشرع في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الأول إذا تمكن منه وقدر عليه. هو سنة، إن جاء به فهو أفضل، وإن تركه فلا حرج عليه. نعم.